الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين. وبعد، الآباء الكرام والإخوة الأفاضل وأهل هذه المنطقة جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحسب أن أخواننا الموجودين من الأفاضل نحسبهم والله حسيبهم. وأنا جماعة متكيف جدا والله، ليه؟ للوجوه دي وللأخوان وأبهاتنا ديل الآن متواضعين بيأدبوا فينا بالمناسبة، يعني كونه زول قدر أبوك قاعد يسمع عليك إنت، والله أنا متكيف جدا. يعني عمامنا ديل وخاصة الشيبة جزا الله يجعل له النور في قبورهم ويوم يلقون ربهم سبحانه وتعالى، والناس الواقفين من قبيل، أنا جيت يا شباب بتكلم من صلاة العصر، الناس واقفين بيسمعوا، فده جماعة خير كثير جدا. والشيخ يعني أفاد وأجاد جزاه الله خيرا، شيخ شهاب حفظه الله تعالى وسدده وثبتنا وإياه على الصراط المستقيم. وأنا يا جماعة دار ألخص لكم الموضوع في أربع نقاط. موضوع جابر ده والجوطة والموضوع ده كله، أنا شايفه أداه اسم سمى جبرة، ناس جبرة ذاته بيزعلوا لأنه ده سبة ما تنسبوا لهم، يعني ما شاب ذاته شوية، شاب ده طبعا سنة حادة، لكن الليلة يعني مع الردم ده بالمناسبة برد له شوية، لأنه أنا حسيت انه راعى بعض الاشياء وكذا الى اخره، وهو بيستاهل الزول الردم الردمول ده بيستاهل، ويستاهل ضعفه، لانه زول سيء، زول لا يا جماعه ما سنه ولا سنتين ولا 10 سنوات، زول ده مين بقوتة ومشى هناك القلعه في الخرطوم وجاي هنا مبروكه وجاي بس يلوث في عقول الامه والناس، زول مفسد يا جماعه. الان أسألكم بالله، لو زول عنده هبوط وعنده ضغط ودار يموت عديل وعنده بجنبه نزلة، بتعالج الضغط وتخفف منه ولا بتبدأ بالنزلة؟ أسألكم بالله، مش بتبدأ بالكبير؟ هسي لو في عربية الزينة بتاعتها قدام مكسرة والجرابوكسي فيه مشكلة، قال لك تصلح يا تاول، تبدأ بياتو والجرابوكسي بل تعج بالشرك جاي تكفره انت، تبدا بالشرك والتوحيد عشان تعرف الناس ديل اذى، واماطه الاذى عن الطريق صدقه. انا جينا من هناك نميط الاذى ان شاء الله. وانا الزول والله شفتها جبت له صوت عنج بلساني ده ساي ما بيدي، وش كذي وش لي وش ما جا شافنا كان، يعني شفنا في المقطع ساي لقيته قرعوبه، زول بيقول عليه الصلاه والسلام، بيقولوا عليه الصلاة والسلام، من البداية كسرها، من الصلاة كسرها، ده زول زي الدركسون الشايل جنبه شمال، ده من البداية كاسرها، والله تجينا دي بفضل الله شفتها، وما بقوتنا ولا بحولنا، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله، والله زي ما قال لك شاب ده مرمطك مرمطة، نبقيك فول مدمس بس شفتها؟ شفت الفول المدمس بس بتنتهي كده، ونحن بنوقع عليه ناس دي، شفت الزول الناس ديل ان شاء الله هسي من الصواميل دي، الناس الملكلكين ما هو اخواننا نجاط قاعدين الحمد لله، ومشوا هرسوه في محله هناك، جرسوه لما قال امشوا قولوا جابر هرب، عديل سمعناه في التسجيل، عديل كده روب والله اذا بادي ما يحلك، شفتها؟ الزول لا يا جماعه هوي، انا هسي بس في ناس كده بسيطين دار الصامولة اربطه وخدت لهم تيلة عشان متى ما جعافر التيلة دي تكون قاعدة، عرفت كلامي؟ الموضوع ده 4 اشياء. واحد يا جماعة، الناس ديل بيبدو ليك اول شيء بالحاكم فوق، طبعا انت مسخن بنزين والجاز مسخن اصلا عكران، دار لك فرصة كذي تشوت الجماعة ديل، فهمت كلامي؟ بيقول لك طبعا الحاكم ده كافر، انت بتسمع كافر راسك بيعمل زن، يقوم بيوقع عليك بالراحة كده، يقول لك الله قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والناس ديل معناه كفار، أها بعد كفروا الحكام
وقفت على كذي لا 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 لا. يقول لك مش الحكام كفار؟ اي الزول اللي بيمشي يفتح بلاغ، فتح بلاغ عند الكافر صح ولا ما صح؟ يبقى يتحاكم للكافر، ده ذاته كافر، لانه الله قال افحكم الجاهليه يبغون، معناه ده كافر زيه. اهو ده كافر وجاء اغنى مرته في البيت بالكفر ده، معناه مرته كافره، شافعه كافر، المجتمع ده كله شنو؟ كافر، الا نفرين ولا ثلاثه منهم بيكون جبر جابر ده، فهمت كلامي؟ بعد شويه بيجي للشباب، مش الناس المسخنين ساقوا للتكفير، بيجي للشباب، انت عارف ده اللي بيسوقهم كيف؟ يجيب لهم لابتوب ولو انظر الى فلسطين وانظر الى العراق وانظر الى سوريا وانظر الى كذا، وان هؤلاء الحكام تخاذلوا وان هذا المجتمع تعب وانه سخن ودقون، اوك اديها بقي كذي واديك نشيد نشيد هنيئا ايها البطل. طبعا انت بتسخن بتمشي تمرق وقاعد مترزع هنا، دي قاعد في البلد دي، ويرسلك انت تمرق مالي والصومال، اوك تمشي تفجر رقبتك، وبعد ذاك يجيب لك زول متفجر يجيب صورته، بعد ذاك يقول لك شنو؟ يجيب لك الابيات دي وبحاجات كذي حزينه كذي بيسموها آهات، شفت دي؟ بيجيبها لك معاه الكاشف الشغله. هنيئا ايها البطل لفقدك تدمع المقل، لئن ناءت بنا الاجساد، ناءت يعني ابتعدت، انت مشيت للاخره ونحن قعدنا في الدنيا، وده يقعد طبعا حاتل هنا عشان نحن نجي نجيه، لئن ناءت بنا الاجساد فالارواح تتصل تريريم تريريم، فهمت كلامي؟ بعد ذاك انت تتصل، ودي بتتصل شبكتك بتبقى سبعة خطوط، اوك الجواز وين؟ طيارة وين؟ تبقى مارق تمرق بجاي ومبدس وقليبي، اوك خلاص، وتتصل واحدين بيتصلوا كذي، السلام عليكم يما كيف؟ الحمد لله، نتلاقى في الجنة إن شاء الله، أنا مشيت أنا ما في جاية، يا ولد تعال والبكا، لا بيستاذ أم لا أبو لا حاكم، بجاسفة كذي بيبقى مارق، فهمت كلامي؟ فكذي جاسف الكبار والصغار، النسوان نفس الشيء، طبعا ديل فين عاطفة ويدقوا فين مقلب من هنا، يودون لآخر الدنيا، جامعات بعينها والله يعزلوا فين بنات، يعزلوا أجمل بيت أجمل البنات، يغشون يسفرون هناك إذنوبين، يقولوا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، دي ملكة يمين، ملكة يمين دي والغبشة كيف؟ دي خليها دي ما بتشتغل، ما بتشتغل كيف دي شريحة ايه؟ وما على عيالك هو الساي. فلذلك ده شنو؟ الناس دي يا جماعة باختصار بيحاولوا بالعاطفة يسوقوا الناس. في أربع نقاط لو وقعت ليك تاني زول ما بيقدر عليك، وزول هش وزول جهلول، زول ده عنده جهل كبير جدا والله، زي ما فضح الشيخ وبين بالوثائق وكذا، وفي تسجيلات له، ما كلام يعني كلام ظلم ساي. واحد يا جماعة، ما أي كفر، نفس كلام الشيخ ده، ما أي كفر تسمع في النصوص معناه ده كفر أكبر. وديك بس أديك شنو أدلة على الكلام ده باختصار لأنه الزمن. الحديث النقل الشيخ ده من السلسلة الصحيحة، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني قتال المسلم شنو يا جماعة؟ كفر، كونه تكاتل مسلم مسلما ده كفر، ده في الحديث. هل الكفر ده يا هو الكفر اللي بيمرقك من الإيمان؟ الجواب لا يا جماعة، قال كفر من باب الوعيد، ده كفر دون كفر، يعني معصية كبيرة كفر دون كفر. الدليل شنو؟ قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين، أثبت لهم شنو؟ الإيمان. ديل من المؤمنين ولا من الكافرين؟ من المؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى آخر الآية من سورة الحجرات. والآية البعادة طوالي بعد آخر الآية دي، الآية البعادة: إنما المؤمنون إخوة
فأصلحوا بين أخويكم. يعني قتال ده ما نفى الأخوة، وقتال ده ما نفى الإيمان. والرسول عليه الصلاة والسلام قال وقتاله كفر. وهنا الله في القرآن قال لك وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أثبت لنا الإيمان مع القتال. والرسول هنا قال كفر، نجمع كيف بينات إنه في كفر ما بيمرق من الإيمان. فهمت المسألة؟ أيوة. الحاكم ده لو ما حكم الشريعة بدل يقطع يد السارق قام جدعه في السجن ساي، بدل يجلد شرب الخمر قام غرمه، بدل يجلد الزاني القبضه وأربع شهود وكذا وكذا، ولا اعترف قام عمل له قانون معين سجن معين وغرامة وكذا. الزول مش ما حكم الشريعة هاي دي انت بتقول ظالم، وظالم دي تقول له في وشه تمشي تناصحه، عرفت كلامي؟ لكن ما بتكفره. وده الجفي وكلام الصحابة أعلمنا بالدين أعلمنا، ولا جابر ده ولا الدكاترة ولا الشيوخ ولا الصحابة يا جماعة أعلم منه؟ الصحابة ده التلاميذ منه الرسول عليه الصلاة والسلام، وجابر ده تلميذ منه كذلك. ده رسالكم ها الربيش ياخذ ذاته عشان تجيب اسمه دار لك لبانة تأكله ولا مرقي قاعدين تلعبوا علينا انتوا، والله الذي لا إله غيره. فأنا يا جماعة دار أقول شنو؟ ابن عباس أن قال لك الشيخ ده كلامه قال لك ده كفر دون كفر، يعني ده ما كفر مخرج من الملة. لو كان كفر مخرج من الملة كان بيلزمك مشاكل كثيرة جدا. الحاكم اللي ما حكم الشريعة بتقول ده ظالم، وتقول له في وشه ما تمشي تكورك في المنابر ساي، تقول له في وشه كذي تنصحه في وشه، عرفت كلامي؟ وفي طب نحن ذكرنا كلام أهل العلم وكلام السلف والأدلة في مواضيع ونشرناه بين الناس انتشرت. شيخ الإسلام ابن تيمية قال ما أي زول ما حكم الشريعة جماعة كاملة أو ما حكم الشريعة يكفر. دليله شنو قال؟ جاب دليلين غير الآيات أو غير كلام السلف. قال ودي برضو فيها آيات وفيها حديث، قال يوسف عليه السلام كان نبي ولا ما نبي؟ عنده شريعة ولا ما عنده شريعة؟ لكل جعلنا منكم شرعة. ومن أحفظ الحجج دي كويس، يوسف عليه السلام بقى وزير، بقى شنو؟ وزير، وبقى حاكم ولا ما حاكم؟ قال شيخ الإسلام ولم يستطع أن يطبق جميع ما أنزل عليه. قال تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين شنو؟ الملك. ها يوسف كافر؟ أي زول ما طبق الشريعة كافر؟ دمنه يوسف عليه السلام. ده القرآن كفاية ولا ما كفاية؟ نمشي السنة. النجاشي كان على النصرانية، شيخ الإسلام تيمية جابه في الفتاوى قال النجاشي ده مات مش ما قدر يطبق شريعة الإسلام، قال ما كان يقدر يصلي قدامه، قال حاكم ما يقدر يقول الله أكبر قدامه الله أكبر. لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه ولا ما صلى؟ صلى عليه يا جبوري حلها كيف السني؟ ما أعرف الناس دل يا جماعة، هذا ما كلام واضح؟ كلام واضح يا أخ. بعدين يا أخي انت كذا دي بجاه في النقطة الرابعة إن شاء الله. فده موضوع التكفير يا جماعة، ما يغشك زول لا يقول لك، وديل هنا اللي بيكفروا ما نحن، ديل يا هون بتاع تكفير وكذا وبيقوم بيك بعد شوية بيجي بفجرك. هسي في ناس كم ناس قبل المحاضرة كذا قالوا ما لهم الجابر يا أخي، وجابر بتاع شنو وكذا. يا زول والله ولدك يمسك شغله ده، والله يقوم بيك من الغدا يلحقك طوالي بتمشي لمنكر ونكير عديل دغري، بيقوم بيك بمتفجر ولا بحاجة وديك طوالي لآخرة. وتكون ربيته تربية سافلة، لأنه ده النقطة الثانية مسألة الخروج. يا جماعة الناس ما دارت تقتنع، وريناهم فهمناهم ذكرنا لهم أكثر من 27 حديث رسول عليه الصلاة والسلام يقول الحاكم الظالم ده تمشوا تناصحوه تبينوا له وتعينوا على الخير وتتحملوا وتصبروا وما تخرجوا عليه. ده منهج جابر ده وغيره، يا هو منهج الخروج، تمشي تشيل
هنا وتخرج عليه وتقلبها وتسويها، وقدر ما تقلبها ابشرك ده شفتها زي بتاع الشرطه ذاك اللي بيقيدوا به اسمه شنو؟ كلباش. شفت الكلباش ده؟ هسي لما لبسوك له في البدايه انت بتكون مرتاح كده، اركب البوكس اركب تاتشر خلاص يا سعادته بركب طوالي، تركب تتفن تحت محترم زول بيسالك ما بيودوك هناك بتشوف الحاصل، لكن تقعد تناتل بيحصل شنو مع الكلباش ده؟ قدر ما تناتل انت بتكتم زياده، وديك بتدوك شلوت بالبود، ما بتعرفوا البود؟ بتدوك بشلوت. اهل بلد دي وغيرها قدر ما تقول دار تقليبه بتكتم علينا زياده، حاصل ولا ما حاصل؟ طبعا عندنا منهج بطنه وكذا، لكن بتكتم زياده. هسي ما كاتمه كان قلبتها بتكتم علينا مره واحده. تاني ما الا بتشوف الحصين، ما عربات تاني بنزين ما في كله كله. وريتك انا واضح معاك. والله الذي لا اله غيره، دي سنة الله الكونية. فهمت كلامي؟ ده في الدنيا الخروج ده كتم في الدنيا كذب الداري كذب. في الآخرة في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج على إمامه قيد شبر، شبر بس، فمات فميتة جاهلية. دي حسن خاتمة ولا سوء خاتمة؟ دي سوء خاتمة يا أخ، شغلة دي جايطة. عرفت كلامي؟ دي النقطة الثانية يا جماعة. النقطة الثالثة، الناس ديل ما بيهتموا بالموضوع الأعظم، جماعة التكفير ديل وجماعة داعش وجماعة التفجير وجماعة الخروج، الجماعات دي وتنظيم القاعدة والسرورية والخوارج ديل أجمعين كلهم، القعدية واللي بيمرقوا بسيوفهم كلهم. موضوع التوحيد ده، موضوع الرسل ده، ما موضوعنا الأساسي يا جماعة. يا هو مواضيع دي كذي هسي جايبيننا من الخرطوم، الله يتقبل. والله نحن ما تعبانين ولا زهجانين، كفاية إنه قابلنا الوجوه دي جزاكم الله خير. والله أنا متكيف جدا، والله لو اتقلبنا هنا دي متنا، أنا والله ما متحسر. كونه والله يجينا كذي ناس زي كذي وقفتهم دي وقعدتهم، والله أعلم تاني واحد يلم زول ما بيصطاد واحد فيكم تاني، بيقدر تاني إن شاء الله ما بيصطاد. والله أبشرك يا أخي، الناس ما بيهتموا بالتوحيد ولا بالعقيدة. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء وهو في مكة، ناس بيأكلوا الربا وناس بيشربوا الخمرة ونسوان بيطوفن بالكعبة عرات. قال ابن عباس فيما يروى عنه: وتقول المرأة عارية اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. ما موضوع خطير؟ تمشي الكعبة بيت الله مش الحفلة، بيت الله مرة قال لا فسايكة ما فيش لا طرحة لا تحيطة ولا إيش، حاجة خفيفة كذي بس. معقولة يا أخي؟ هذا دي ما موضوع هسه ده لو زمن زي ده حضر جابر ده ما كان قام بيهم؟ قال أوه شال سيخته بدأ بالتبرج أول شيء. يا بليد ما بيبدو بالتبرج، الحيطة بيبدو بالسكينة ولا الحيطة ولا الأساس؟ أسألكم بالله بيبدو بشنو؟ الأساس يا وعلى قال قول المجتمع ده كفار كذا. يا جابر ده نتفق معك ما بنتفق معك، لكن قول اتفقنا، قول الناس ديل كفروا جد حكومة ومحكومين، تقول لهم انتوا كفار ولا تقول لهم اسلموا؟ تقول لهم شنو؟ لقاكم تكفيري قال لي زول اسلم؟ ديل بيمرقوا بس قاعدين جوا، بس هم ذاته جوا فيها خلاف، لكن بيمرقوا ويقفلوا في الباب، امرقوا برا يا زول دخلهم جوا. هم كان مرقوا ذاته ما تدخلهم تدخل فيك صاقعه تفرطقك، انت ما تدخلهم جوا. حتى انا لو لقيت كافر بقول له يا كافر طبعا انت وسخ شديد، بقول لك كذي ولا بدعو للاسلام؟ يا كفوري كذي الموضوع ده، والله الاسلام ده دين سماحه ودين طيب، وكان دخلت بتسلم وتخش الجنه تقول له كلام زي ولا تقول له هوي كافر شيل ملاحق يلا تخارج شيل بهيمتك؟ تقول لك كذي يا جماعه ندل جايطين جوطه ما عارفين ذاته يبدو من وين. تبدا الدين بالتوحيد ده، رسول عليه الصلاه والسلام شاف الجرائم دي اول شيء بدا به، او في زمنه بدا به طوالي، طلع الصفا الجبل ما قال لهم الربا اول شيء، ما قال لهم كذا اول شيء، ولا قال لهم التبرج ولا قال لهم الخمره ولا كذا، قال لهم قولوا لا اله الا الله شنو؟ تفلحوا. طوالي صرخوا
قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أقول يا أخ الله براونا ناديو وسيدي المشكلة شغالة. ناس جابر بخافوا منا طبعا. هسي أنا لو بقيت خارجي زي ده واتكلمت في الحكومة ما بزول بيسألني، بل الشعب بيتكيف صح ولا ما صح؟ لو بقيت خارجي وردمت وإن هؤلاء الحكام وأكلوا الزلط وأكلوا الكبري ولن ندعهم وسنخرج وحملة و19 يونيو وأبريل وغيره، في زول بيسألك؟ ما بيسألوك ذاته، كان ساقوك ذاته ودوك أقسام ممكن احترموك ذاته، تفضل ويدوك مية الصحة ذاته، يعاملوك معاملة كويسة يناقشوك يبينوا لك، ولا يجيبونا نجغمك جوا هناك. لكن شنو؟ نحن لو بقينا خوارج، لكن لو مشيت مسجد صوفية تلوني يا بني صوفان كيف أصبحتم؟ كان ختيناك أبدقين أصبحنا كويسين. أها أنا جيتكم نبدأ ولا تصبروا شوية؟ يا ولدين دي ضغط ما تهبش لي شيوخي. يا عمنا شيوخ ديل صلاح دل ينفسهم بالراحة، كان لو جبوري ده اشتغل شغل زي ده ومشى على المنهج القوي متاب إلى الله نحن بنسأله؟ ما مشكلتنا ما مشكلتنا معاك لخبطتك دي وخواف أي تكفيري يحيد عن التوحيد ويا هو موضوعه كذي وأطلا ده منهج والله يزول جبان، لأنه عارف لو مشى المساجد دي بتركب عكاز وبيديه مركوب في أضانه وبخنقوه زي ما بخنقونا الله يتقبل وبكفتوه زي ما بيتداوس مع الناس بيخش معاهم في مداوسة جبنة ما تشوفون عاملين فيها شجعان، وما بيقعدوا هنا دي يرسلوا أولادك إنت يرسلون اذهبوا إلى الجهاد، وقاعد هنا دي ياكل في التفاح وياكل في المانجا وفي البرتكان وسنونه زي الكراكة تلقاه وخشمه صار وشه طوالي وقتي والله الذي لا إله غيره. لو مشيت كلمت في التوحيد ده يهودي المعركة دي دعوة الرسل ده تبدأ به، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ترفع الراية دي ده أعظم لك من أي موضوع يا أخي. ضيع في زمن الناس يا أخي تشغل في الناس من الدعوة يا أخي، قاعد له نزس يا أخي يا أخي عينك للحجبات ما بيتكلم فيها، والله ما لقيت تكفيري أبدا بيتكلم في التوحيد ده كلام واضح كذي ويحارب أهل البدع ويكشفهم ومبتدع حاربهم كيف ذاته وفاقد الشيء لا يعطيه. تكلم في الحجبات يقول لهم ما بتنفع ولا بتضر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسلم إمام أحمد من علق تميمة فقد أشرك، وفي السلسلة الصحيحة من القرآن ما تعلقه زي ما قال ابن مسعود رضي الله عنه ما بجوز، وقرآن ما جابه عشان تعرق فيه تعلقه في يدك ولا تلبسه للشافع يريل فيه ولا للبهيمة تأكل به والبرسيم ولا ده كمان شغل عجيب والله الذي لا إله غيره. ما بيعتبروا يا أخ واحدين كشحون فيهم درمان في الكبري في الزمن في النظام السابق ذاك كشحون واحدين ميتين ضربون ذخيرة ميتين والحجاب واقع هدفه الزول بحجابه ميت مرصص واحد بيجي بيقلع الحجاب بيركبه يا ود نايم ده ما مات بالموضوع ده وموضوعه مات ده يفهم كيف ده يعني ده انا اوقع على كيف اكتر منك يا اخ ما بحجاب اقلع وطوال ايدعو يا زول ايدعو طوال يبقى مارك توكل على الله يا اخ اكلك جوا يا اخ هاسي التشاب كذي بقدر اخونا ده لو دخلت جوا البحر غتست دقيقة ومركت مش بتاع حياة نص ساعة كيف ما بتموت الزول جوا بطن امه ده غاتس في مويه 9 شهور غاتس جوا اقوى الطفل ولا الكبير ده؟ وده ما غيرك ليه ما شرب لك كاس من بطن امه ده؟ ده حافظه منو ده يعني؟ عنده حجاب جوا ولا في صوفي جوا هنا؟ كان في صوفي واحد جوا بتلخبط الشغله هذا ده حفظه منو؟ ما حفظه الله يا اخ ده امرك برا ليل واسعه دي كذي تلبس حاجه قدر السفة قدر العمار الممتاز تلبسها له يا أخي تلعب علينا نحن أوي ده شغل ني والله ما في حجبات في الشريعة ما في فكيت ناديو من عمل صالحا فلنفسه ده ما قرآن ومن أسافة عليها ما تقعد تنادي الشيخ هاي أنا قربت انتهيت مع النقطة الرابعة طب أبشر والله جايك شفت كيف تقعد تنادي فيهم يا أخي الحسن من المحن
وتبدر من الفقر. اخر منطقه ما جينا واحد قال يا بزرد، قلت له هذا جبته من وين جديد؟ والله زي ما طيبه. والغريبه طيبه دي ذاتها فيها قبه بتاع الشيخ، الناس جابوا نفرين يبهوا القبه، واحد من فوق بيبهي في القبه، وقع الرب طوالي من القبه دي، وقع كده ساب البلد طوالي، راح على الغمام معاه اذا صح التعبير، مات وقتي طوالي. هاد شيخ ده لو بينفع ما كان يتلقاه كده، قال له اطلع اشتغل زي الناس. وقع من فوق كده رب يتكسر يتهرس، وعز الناس على المنطقه يسمى طيب القرشي. في شيوخ بينفع يا جماعه؟ اصل البرع ده جابوا لك ده ما كورك عديل جاته حصوه كورك. يا ابو التاية بس انا لو داير اشرك بنادي ابو التاية ده اسمه ذاته مكل وجه. يا ابو التاية وحامد بعصايا تزيل الحصايا ومراد كلايا كلهم فرتقوا، والحصوه معاهم طوالي لحسوا طوالي، ومات في المستشفى. تقال برعي مات في المسجد؟ تحداك مات في المسجد؟ مات في المستشفى. فقال كان المحايات والبخرات بتنفع، ما كان قرطعه وتبخر بها، مش يدو حقنه احرى المحايه ولا الحقنه، ولا كان بقيت ممرض الله مرقك بس ادو حقنه ودربات وما تتلحس بعدها. يدوك انت البزغات والمحايات دي تف تف يملاك بزاغ وفي وشك، تفضل يا عمنا يملاك بزاغ لما قلبك يقف، والله وشك ده الله كرمه يملاك فيه بزاغ، ويديك بخرات. ده الشباب ديلو واقفين متكيف انا منهم جدا والله، يدوك بخره يا اخي انت زول راجل شاب كده دي، لا دكسون بتاع لور تلفه كده، لا هاي داروك لا 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 غيره، تمشي تقعد لك في منقد يا اخي ويغطوك، ده شغل والدبرك ولا بتاع شوشة الله يسالكم؟ يغطوك يا اخي كراعك بدل صفره تبقى حمراء، هوي عيب، خلي الدين عيب، الموضوع ده ما بيجي. وحد الله وخليك زول اسد، فكت شبكة بتاعت الشيوخ دي كت أي داعي بعيد يا أخي، خليك يا أخي مع الله يا أخي، والله خليك متوكل على أنا، والله بتكيف من والله لاقاني فنان في شارع الكلس، فنان عديل، ناس نجوم الغد ولا نجوم ولا بأغاني وأغاني ديل، بجماعة عمك سرور داك السير شنو؟ السير قدور ده زول ضحكة وترمي الأسد يا أخي، يجيبوه مع عمك ده الله يهديه، شفت كيف؟ ما مشكلته مع ضحكك مع غناك ده. أظن انه بجيبوه معاهم انا ما بضبطهم 100%، لكن وقفني قال لي اوه فلان سلم عليك كذي يا اخي، قال لي انا متكيف من شغلكم ده كيف؟ وانا طبعا فنان قال لي، وما مكيفني الا مزمل قال لي، كان لقيت حنجرته دي فيها رنه عجيبه داري غني بها اللهم بارك، والله. بعدين قال لي انا ما قاعد احضر محاضرات، بحضر الجغم والردم مناظرات بس قال لي، والله قال لي انت وحيد فوق الله بس بس عليك الله، ده ما فيه خير هسي بغنى وده وبرحل الغمام ماك ولهيب الشوق ما فيه خير. فده يا جماعه النقطه الثالثه، النقطه الرابعه والاخيره واختم بها المغرب جاء، الكلام في الناس ده يا جماعه بالراحه كده. انا قبل كيفني واحد من اخواننا ديل، من اخواننا موجود هنا، ها بحر، كان بيناقش فيه واحد تاني لابس بنطلون وقميص من اخواننا الهوسه هنا الله يحفظه، شفتها؟ قال لي يا زول الناس دي، احنا قاعدين في العربيه سامعين النقاش تكيفنا، قال لي يا زول الناس دي ما بيتكلموا في اي زول يا زول، زول لخبط على الناس ما يتكلموا فيه كيف؟ قال يعني زول لو لخبط براي ناصحوا براو، كي زول لخبط للناس الله ما بيزعلك يوم القيامه، انت قال بخليك ساي انت بجيبوك تشا اوعك تقول مالي ومال الناس. الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على شنو؟ على الناس. والله بتجيبك تشهد عليهم تقول لي يا أخ مالي ومال الناس، تشهد عليه طوالي انه ده ضال مضل، وتشهد انه ذاك زول يعني رأيت عليه الخير، دي مين شهادة وكذا. في أحاديث عديل في صحيح البخاري حديث نوح عليه السلام، الأمة دي بتشهد لنوح عليه السلام. فده يا جماعة الموضوع، ما تقول ما كلام في كلام في الناس ساي حرام، لكن زول مضل تكشف كشف من غير هوادة عشان الناس تعرف الحق. ونحن ان شاء الله لنا صولات وجولات في هذه البلاد، وابشركم والله يا الزول ده بعد الوثائق والكلام اللي جابه شيخ شهاب ده ان شاء الله موضوعه ده بقى قاعا صفصفه، لا ترى فيه عوجا ولا امتا موضوع ده.
ان شاء الله، والموضوع جاي كله قدام. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، صلى الله عليه وسلم.